عائشة مع ومضة تي في، واحنا هنا في يوم العرض الثالث لفلات سيكس لابس، ومعايا فريق سولفر ماين فكرة سكويرت، اثنين من المنشئين. لو تقدموا نفسكم وتشرحوا سولفر ماين عبارة عن ايه؟ انا صابين عاصم سي او، انا نوع عسكر الاوبريتنج اوفيسر. تعالوا صوتكم شوي. اوكي، هي الفكرة كلها قايمة على الوضع ان كل الشركات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية بتواجه مشاكل وصعوبات كتيرة قوي في العمليات اللي بتاعتهم، بيحاولوا يحسنوا المشروع، المنتجات، الخدمات اللي بيقدموها. الفكرة ان دايما الشركات محدودة بالموارد البشرية اللي شغالة في الشركة. ممكن افضل الحلول واحسن الافكار ان فعلا تقدر تحسن منها المنتج بتاعك او الخدمه اللي بتقدمها، او حتى لو هي حكومه الخدمه اللي بتقدمها للمواطنين، ممكن الفكره دي تطلع من بره الهيئه او الشركه. فاللي احنا بنعمله، احنا بنشتغل كوسيط ما بين الشركات والمؤسسات الحكوميه والغير حكوميه اللي عندها مشاكل، وقطاع كبير جدا من ناس او مبتكرين يقدروا ان هم فعلا يقدموا حلول فعاله للمشاكل دي. الطريقه اللي احنا بنعملها بيها ان احنا بنبني ويب سايت، موقع الكتروني اللي هو سولفر ماين. سولفر ماين بياخد الشركات، بياخد المشاكل اللي بتقابل الشركات والحكومه والمؤسسات غير الحكوميه، بيصيغها في صوره مسابقه. المسابقه دي بيبقى محطوط لها جائزه ماليه. الجائزه الماليه دي هتتقدم لافضل الحلول اللي ممكن تيجي من اي حد من الشبكه الكبيره من المبتكرين والمبدعين اللي احنا بنحاول نكونها. عشان احنا نقدر اصلا يبقى عندنا شبكه فعاله من ناس تقدر تحل وتقدر فعلا هي تبتكر، مش بس بنعمل الموضوع بصورة تسويق تقليدي، احنا كمان بنروح للهيئات والجامعات والحتت اللي احنا عارفين ان منها ممكن يطلع فعلا ناس تقدر تفكر وتقدم حاجة لها فعلا قيمة حقيقية. بنحاول نبني شركات مع الجامعات ونخلي المشاكل او المسابقة دي نفسها تبقى متسوقة صح جوه الجامعة، تدخل في المنظومة التعليمية للطلبة، تدخل في العمل الاكاديمي للباحثين في الجامعة. ومن ناحية تانية بنحاول ندور برضو على مجموعة من الشركات والمؤسسات غير الحكومية اللي ممكن تبني معهم شركات وناخد من خلالهم برضو حق ان احنا نسوق المشاكل بتاعتنا او المسابقات وسط المبتكرين بتوعهم. فهي دي مينلي الفكرة يعني بتاعت سولفر ماين. طيب الافكار، المشاكل اللي بتتحط على الويب سايت، مش هتخاف الشركات او المنظمات تحط اسرار؟ لان طبعا لو في حل مشكلة عاوزة تتحل، انا لازم ادي يعني معلومات طبعًا داخليه. طبعا بتحل مشكلة زي كل شركه قبل ما تتحط مشكلتها على الويب سايت عندنا، بيبقى متفق معاهم، هم بيحددوا هل هم عايزين اسمهم يبان ولا لا، ايه كانت الهيئه دي، ولا هم عايزين ما يتحطش الاسم، يتحط المشكله بس. وغير كده علشان برضو ساعات الشركات بتبقى مش عايزه تبين المشكله رايحه في اي اتجاه، فبيبقى في طريقه كمان انه المشكله دي نجزأها لكذا مشكله صغيره، بحس ان هي ممكن كذا حد يشتغل عليهم مع بعض وما يبانش المشكله الاساسيه اصلا رايحه في اي اتجاه. فبالطريقه دي بيحموا الموضوع ده تمام. طيب انا كواحد بحب احل مشاكل، ايش طمني انا احط حل والشركه ما تاخدوش وما تدينيش حاجه؟ تمام. ومن الاول خالص الجائزه الماليه دي من اول خالص اصلا بتتحط عندنا احنا في اسكو اكاونت بتاعنا او في الحساب بتاعنا، لحين ان الانتيتي او المؤسسه اللي عندها المشكله دي فعلا تلاقي الحل اللي هي بتدور عليه. فالمبلغ بيكون معانا من الاول عشان بس نضمن ان فعلا في فلوس وفعلا في جديه من ناحيه الباحث عن الحل. يعني من الناحيه الثانيه برضو بالنسبه للناس اللي هتحل الموضوع ده، في كذا طريقه ان احنا نحاول نقلل من المخاطر ان حد ياخد الفكره وما يديش التقدير المناسب للحد اللي جاب الحل. فمثلا بنحاول دلوقتي نبحث في طرق غير طبعا الاتفاقيه التبادل الملكيه الفكريه، كمان بنحاول نبحث في طرق ان الحد اللي حل ده يحط كميه او حجم معين من الحل، لكن مش كل الحل، ممكن يحط جزء من الحل بس ستيل يبين ان هو ده الحل فعلا اللي بيدور عليه صاحب المشكله. فبكده صاحب المشكله هينقي فعلا الحل ده، هيكلم بقى احنا بعد كده هنقول له ده البني ادم اللي حل لك المشكله دي، ممكن يتكلموا مع بعض، وممكن بعد كده يحصل يعني ان فعلا يبان الحل كله طبعا للحد اللي بيدور على الحل. طب في حد عمل يعني في منافسين بيعملوا حاجات في منافسين بره في امريكا واوروبا؟ خلاص الموضوع شغال بقاله من 2000 تقريبا.
من سنة 2000 تقريبا وشغال يعني الشركات الكبيرة كلها والحكومات وناسا وكل حاجة حاطين مشاكلهم فعلا وبيلاقوا حلول مناسبة والموضوع نجح قوي بره. فاحنا بنحاول بقى انه نوصل النجاح ده للمنطقة العربية ان شاء الله. طب والربح هيجي منين بقى؟ الربح جاي من خلال نسبة احنا بناخدها من الجائزة بالاضافة للجائزة. يعني احنا بنحدد من الاول لو كانت الجائزة دي اقل من 20,000 جنيه احنا بناخد نسبة 20% من الجائزة. لو كانت النسبة اكتر من 20,000 جنيه احنا بناخد نسبة 15%. وكمان احنا بناخد يعني مصاريف كمان دورية قليلة جدا هي عبارة عن 200 جنيه في الاسبوع لكل صاحب مشكلة عايز ان هو فعلا يحط المشكلة بتاعته على البلاتفورم بتاعه. فدي طريقة الربح. طب انتوا بتهيألي الفريق الوحيد اللي كله بنات لغاية دلوقتي من فلاتسك صح؟ كلهم بنات. هل كان في فرق بالنسبة لكم في حسيتوا بفرق في التعامل معاكم من بالعكس من الشركات؟ ان هو الناس كلها مبهورة وان احنا بنات فكنا بالعكس كانت حاجة جميلة جدا يعني انه كان في تشجيع جامد قوي بس من فكرة ان احنا بنات وعايزين يشجعوا الموضوع ده يعني في مصر بقى اكتر يعني. انتوا عارفين ان الاحصائيات بتقول ان الشركات السي اي بتاعها ستة بتنجح اكتر عادة من الستارت ابس. سمعنا الموضوع ده. اوكي شكرا اوي لوقتكم وموفقين ان شاء الله. شكرا متشكرين جدا.